نستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله تخيل ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ المسلمين جميعا بحفظه تخيل لو طلع خبر الوقت في جميع وسائل الإعلام خبر عاجل وخبر خطير ان من اول يوم السبت اللي جاي ده اللي هو بكرة اللي بيننا وبينه ساعات ان في موجة من وباء كورونا مرعبة هتجتاح الكرة الارضية ومش هتسيب اي مكان على وجه الارض موجة هتستمر 30 يوم 30 يوم هتحصد فيهم ملايين الارواح موجة أشد من الموجات اللي فاتت اللي كنا بنجري في عز الليل ندور على أنبوبة أكسجين أو إزاي نملى أنبوبة أكسجين عشان حد من حبايبنا اللي كنا فيها مرعوبين من إن الحد إن أي حد يدخل أنها مركزة ولا تخيل لو الخبر ده انتشر وخبر أكيد وخبر صادق هيبقى استعدادك شكله إيه سعر الماسكات هيعلى قد إيه المحاذير الوقائية اللي كل واحد مننا هيتعامل فيها هيبقى شكله إيه أنا عايز أقول لك خبر أخطر من ده أنا عايز أقول لك خبر يقيني وأخطر من ده إن من أول يوم السبت اللي هو بكرة اللي هو بيننا وبينه ساعات بإذن الله سبحانه وتعالى هيحصل اللي أخطر من أي وباء كورونا أو غير كورونا هتتغير مقاييس الحساب على المعصية عند الله سبحانه وتعالى لمدة 30 يوم مقاييس المحاسبة على الذنب هتتغير الصغيرة ما عادتش هتبقى صغيرة الصغيرة هتبقى كبيرة السيئة هتتقاس بمقاييس تانية غير المقاييس اللي كانت بتقاس بها الشهور اللي فاتت أو الشهور اللي بعد الشهر اللي جاي ده من أول يوم السبت اللي هو بكرة سيبدأ رجب شهر من أشهر الله الحرم الأربع أشهر الحرم يعني الأشهر الحرم الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حرم زي ما جعل مكة حرم تخيل واحد قاعد جوه الكعبة أو عند الكعبة وبيدخن سيجارة واحد عند الكعبة وفتح السوشيال ميديا وقاعد يتفرج على أفلام وأغاني ولا بيكلم واحدة في علاقة حرام ولا بيطلق عينه في الحرام ولا بيأكل رشوة ولا واحد هناك بيمد إيده ويرتشي ده حرم مكاني اللي هو عند الكعبة عند مكة الأشهر الحرم يعني حرم زماني اللي بيعصي ربنا فيها زي اللي بيعصي ربنا عند مكة كأن ربنا جاب لك مكة عندك هنا كأن ربنا جاب لك الحرم لحد عندك هنا أربع شهور في السنة منهم شهر رجب عارف يعني مقاييس المعصية تتغير يعني أشهر حرم أشهر حرم يعني تضاعف فيها عقوبة انتهاك الحرام أشهر حرم كما يقول الإمام ابن القيم يعني المعصية لا يضاعف عددها يعني الحسنة بعشرة المعصية ما بتبقاش بعشرة المعصية بتفضل بواحد ولكن يضاعف قدرها يعني ايه يعني الحاجة اللي صغيرة بره رجب الحاجة اللي صغيرة بره الأشهر الحرم بره ذو الحجة ومحرم وذو القعدة الحاجة الصغيرة براها
بقت كبيرة جواها. عشان كده اسمها الأشهر الحرم، الأشهر الحرم لأنها حرمة من حرمات الله، لأنك بقيت كأنك جوا الحرم، لأن عظم فيها شأن الحرام. عشان كده جعل شعار القرآن في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو الظلم حرام؟ حرام. أمال يا رب أنت بتنهى عن الظلم في الأربعة دول بالذات ليه؟ لأن بقت عقوبة المعصية مغلظة، لأن بقى عقوبة المعصية مضاعفة، والعياذ بالله. هو احنا ناقصين من ذنوبنا يا جماعة؟ أنا عايز أتكلم في الخطبة دي. وجاء رجب، وجاء رجب، احنا في رجب الوقت، رجب هيبدأ بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، واحد رجب هيبدأ بكرة. ايه قيمة رجب؟ عايزين نفهم ايه قيمة رجب؟ ايه الحاجة اللي بتمثل دوافع ان احنا نهتم بشهر رجب؟ ايه خطورة رجب؟ ايه ثواب رجب؟ الكلام الصحيح، لان الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، زي ما انت عايز تقول في شهر رجب قول، لانه كان شهر بتعظمه الجاهلية، واتبعهم كثير في الاسلام من اهل البدع والاهواء الذين لا يعتمدون على السنة الصحيحة الصريحة اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة يا جماعة، كله بالاسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبار اصحاب النبي رضوان الله عليهم، عشان يبقى الكلام واضح من اولها. ايه قيمة شهر رجب؟ اول قيمة انه شهر من الاشهر الحرم، دي اول قيمة في شهر رجب. يعني ايه اشهر حرم؟ يعني ايه اشهر حرم؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، الإسلام بدأ غريب، غريب كانت الناس مستغربة. يعني واحد يصحى بالليل يصلي؟ يعني هو إيه؟ يعني واحد يفرمل 5 مرات في اليوم عشان يدخل جامع يصلي؟ يعني إيه؟ يعني يعني إيه واحد يطلع من فلوسه للفقراء اللي عمرهم ما يقدروا يردوا له؟ يعني إيه؟ يعني الإسلام كان غريب، كل حاجة كانت الناس مستغربها فيه. يعني إيه واحد يترفع عن متع الدنيا ويزهد في شهوات الدنيا؟ الدنيا الدنيا اللي هي أحب محبوب إلى قلوبنا. يعني إيه واحد يضحي بعمره وروحه في الجهاد في سبيل الله؟ يعني إيه واحد يقعد صايم 30 يوم ويقولك أنا صايم رمضان؟ يعني إيه واحد يطلع زكاة من ماله سنويا بقدر؟ يعني إيه ده؟ بدأ الإسلام غريبة وسيعود كما بدأ غريبة، هيرجع في يوم من الأيام غريب تاني. فطوبى للغرباء، طوبى شجرة من أشجار الفردوس الأعلى، وطوبى كما يقول المفسرون أي الحياة الطيبة. فطوبى للغرباء، الإنسان اللي هيقبل غربة الدين في هذه الأيام، لأن الدين رجع غريب تاني. حاجات أساسية عظيمة خطيرة، عواميد من أعمدة إقامة الدين في الأرض، والناس مش عارفة عنها حاجة، ومنها الأشهر الحرم. كثير من الناس كل معلوماته عن الأشهر الحرم إن هي ال4 شهور اللي كان زمان ممنوع القتال فيها. مش هي دي الأشهر الحرم؟ ولا ده الأشهر الحرم دي موسم، زي ما ربنا عمل في السنة مواسم تضاعف فيها ثواب العبادات والطاعات عشان يدرب الأمة على العبادة، زي رمضان، زي 10 ذي الحجة، زي العمرة والحج، تضاعف فيها ثواب الطاعات عشان الأمة كلها تتشجع وتتدرب على الطاعة. ربنا عمل بقى مواسم تضاعف فيها عقوبة المعاصي عشان الأمة تتدرب على التوبة، تتدرب على خطورة كلمة حرام. شفت الأمة الفترة اللي فاتت والسنة اللي فاتت كلها اتدربت ازاي على انك اول ما بتدخل بيتك اول حاجة تدخل الحمام تغسل ايدك بالصابونة؟ عمرك ما كنت تعملها، وكنت بتقعد تضحك على الناس اللي بتعملها، لابس الكمامة وانت رايح وانت جاي، بقيت عامل زي الجراح في اوضة العمليات ما بينسبش الكمامة. ايه اللي عودنا على دي؟ ان في وباء، وباء كورونا، ان في خطر، فانت ما كنتش هتتعود على التقاليد الطبية الأساسية للحماية من الأوباء والأمراض إلا لأنك دخلت في لحظة خطر. كذلك الأشهر الحرم دي الموسم السنوي اللي مقسم على فترتين، فترة 3 شهور ورا بعض 120 يوم، ذو القعدة ذو الحجة محرم، وفترة في نص السنة اللي هي رجب اللي بيجي قبل رمضان ب30 يوم. ربنا قسمها على مرتين لأن مفيش حد بيتغير مرة واحدة، مفيش حد بيقدر يسيب الحرام مرة واحدة، مفيش حد بيقدر يتوب مرة واحدة، مفيش حد. والأشهر الحرم دي معسكر التدريب السنوي على تعظيم كلمة حرام، 120 يوم في السنة ربنا بيربي الأمة فيها، إن الأمة
من خلال كلام الدعاء على المنابر وكلام العلماء في كل مكان وكلام أهل الدين في كل مكان يفهموا الأمة يعني أشهر حرام. أشهر حرام يعني فترة أي معصية بتعملها فيها افهم إنها بتتضرب في قدرها الصغيرة بره الأشهر الحرام بتبقى كبيرة جوه الأشهر الحرام، افهم النقطة دي. فده وقفة فترة بتقف فيها مع ذنوبك، هتعمل إيه في ذنوبك؟ لو عقوبة الذنب قد كده بره الأشهر الحرم تضاعف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على الكعبة ومن يرد فيه اللي هي مكة الحرم المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا ليه؟ لأن ده حرم، فالأشهر الحرم كذلك حرم، فدي فترة أنت بتقف فيها مع ذنوبك ومع المعاصي اللي متوغلة جواك ومع الرايات السوداء الشيطانية اللي الشيطان غرزها في قلبك، النكت السوداء بتاعت المعاصي، ومع المناطق المحتلة جوا قلبك اللي إبليس احتلها وحولها لبؤر شهوات وشبهات. أنت بتقف فيها مع أكبر مصيبة في حياتك وأكبر خطر على دنيتك وسعادتك وآخرتك وأبرك ومصيرك، الذنوب بتقف فيها، هي ديت الأشهر الحرم. الأشهر الحرم موسم للتوبة من الذنوب وللتذكر خطورة الذنوب، موسم ان احنا ننضف بقى وننضف الصحائف بتاعتنا من الذنوب. عشان كده في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال للباهلي صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم أي من الأشهر الحرم اللي زي رجب والثلاثة التانيين، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وقال أبو داود كل ما سكت عنه فهو صالح، فهذا الحديث سندا صالح عند أبي داود. وابن حجر قال عن إسناده في نتائج الأفكار إسناده جيد، صم من الحرم وأفطر، يعني لو أنت عندك طاقة صيام ركز بقى في الأشهر الحرام. عشان كده جمهور الفقهاء شافعية ومالكية وأحناف وبعض الحنابلة على استحباب الصيام في الأشهر الحرم، جمهور الفقهاء، جمهور فقهاء الأمة، علماء الشافعية وعلماء المالكية وعلماء الأحناف وبعض الحنابلة على استحباب الصيام في الأشهر الحرم اللي زي رجب، انك انت تصوم على قد ما تقدر. طب بالذات الصيام ليه؟ لان الصيام هو الامتناع عن الحلال لاجل الله، فمن امتنع عن الحلال فمن باب اولى سيتضرب عن الامتناع عن الحرام. عشان كده في سورة البقرة الاية اللي جت بعد ايات الصيام ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. بعد ما ربنا خلص ايات الصيام احكام النهار واحكام الليل بتاع رمضان ربنا قال ايه؟ ها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. يعني إيه وتدلوا بها إلى الحكام؟ اللي هي الرشوة، اللي هي لما واحد من أهل المال يرشي واحد من أهل الحكم يديله مال حرام عشان ياخد مصالح مسلمين بطريقة حرام. إيه اللي جاب الرشوة والنهي عن الرشوة والنهي عن المال الحرام بعد آيات الصيام؟ لأن كأن ربنا بيقولك أنت صمت عن الحلال، اوعى تفطر على الحرام بقى. يبقى رمضان الصيام فيه دربك انك تخرج بعد كده ما تاكلش حرام، ما تحطش في بطنك حرام. بعد ما قعدت 30 يوم ما بتحطش في بطنك حلال خوفا من الله سبحانه وتعالى. صم من الحرم وافطر. عشان كده جمهور الفقهاء على استحباب الصيام في الاشهر الحرم والتي منها شهر رجب. ابن القيم يقول أن المعاصي في الأشهر الحرم يضاعف قدرها، مش يضاعف عددها، يضاعف زي ما قلت لكم كده، إن الصغيرة ممكن تبقى كبيرة. يعني والعياذ بالله والعياذ بالله اللي 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 بيشرب خمر في الأشهر الحرم كأنه شرب عند الكعبة خمر، اللي بيشرب مخدرات في الأشهر الحرم كأنه شرب مخدرات عند الكعبة، اللي بيزني أو بيتكلم مكالمة حرام أو بيتفرج على أي حاجة حرام كأنه عمل الحرام ده عند الكعبة. أنت متخيل يعني أشهر حرم؟ يعني إيه رجب؟ يعني قصة
وسيعود غريبا كما بدأ. لما تيجي الوقت تقابل الناس بهذا الكلام هتلاقي في ناس مستغربة. ليه؟ لأن معالم الدين عادت غريبة. الأشهر الحرم دي من أركان إقامة الدين. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ مش انا اللي بقول ده. طب تعالى شوف قول الله سبحانه وتعالى وفهم المفسرين لهذه الآية. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ. ده نظام من يوم ربنا خلق الكون، منها أربعة حرم. الأشهر الحرم دول نظام كوني ربنا أقام الدنيا عليه. يعني الأشهر الحرم دي، تخيل لما ربنا هو بيتكلم عن بداية خلق الكون يتكلم عن الأشهر الحرم. يعني الأشهر الحرم دي أخطر مما تتخيل. ترتبها في نظام الله للدنيا أخطر مما تتخيل. منها أربعة حرم، أربعة حرم بيعظم فيها قدر الحرام وبيعظم فيها قدر استحلال الحرام. ذلك الدين القيم. يعني ذلك الدين القيم؟ ابن عاشور بيقول: أي أن الأشهر الحرم من أصول إقامة الأمة. يعني من غير الأشهر الحرم الأمة دي تنهار. ذلك الدين القيم، يعني الدين اللي هيقومك على حيلك، يعني العمود الفقري بتاعك. يعني من غير الأشهر الحرم تدينك، تدين مش قيم، تدين معلهوش القيمة. يعني الأشهر الحرم هي اللي بتخلي دينك دين قيم، دين مستقيم. الأشهر الحرم هي اللي بتقوم دين الأمة. ليه يعني؟ عشان إيه؟ عشان فكرة تعظيم الحرام. لأن الأشهر الحرم هي اللي بيحصل فيها تدريب على تعظيم الحرام. يعني لو رمضان اتشال من السنة دين الأمة مش هينهار، ولكن لو الأشهر الحرم تتشال من السنة دين الأمة ينهار. زي الوقت كده الأمة مش واخدة بالها يعني إيه أشهر حرم، مش واخدين بالنا. حتى كثير من الدعاة لا يثير هذه القضية الخطيرة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضيت ان يا جماعة خدوا بالكم من اول بكرة، من اول يوم السبت، من اول واحد رجب، مقاييس المحاسبة على المعصية تتغير. الملك بتاع الشمال اللي بيكتب الذنوب مقياس وزن ذنوب الأشهر الحرم في الميزان يوم القيامة غير مقياس وزن الذنوب في باقي الشهور. يا راجل، الإمام الشافعي كان يرى بتغليظ الدية في الأشهر الحرم. يعني اللي عمل نفس الجريمة اللي عليها دية في أي شهر يبقى لها قدر شرعي. في الأشهر الحرم كان الإمام الشافعي يزود قدر الدية. هي كانت بتغلص، يعني تيجي يوم القيامة على الميزان معصية عملتها في ربيع أول أو ربيع تاني تتحط بوزن في كافة السيئات، معصية عملتها في رجب تتحط بميزان تاني خالص في كافة السيئات. تفاجأ إنها بتتعمل كأنها كبيرة. ليه؟ لأنك عصيت الله في الأشهر الحرم. ذلك الدين القيم. دينك مش هيقوم ولا هيبقى تدينك قيم من غير هذا المعنى ما يكون في دينك، من غير ما يكون عندك وقفات سنوية مع قضية الذنب وقضية التوبة وقضية الاستغفار وقضية تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وقضية تصحيح مسارك في قضية الذنوب والشهوات. احنا الوقت عدنا بنعصي ربنا معاصي يا جماعة. المعاصي اللي بتنتهك على وجه الارض الوقت، والله لو اتضرب المعاصي اللي اتعملت قبل طوفان نوح في مليون ما هتيجي حاجة في المعاصي اللي بيعصى الله بها النهاردة. ربنا بيعصى هذه الأيام معاصي رهيبة مبقات. ده قوم لوط السماء رجبتهم بسبب فعل قوم لوط اللي البعض بيسمي له لوط. السماء رجبتهم الوقت، هذا الشذوذ الجنسي بقى له جمعيات بتدافع عنه وبقى له ناس بتنصره في الإعلام وبقى له. يعني اللي كان بيحصل أيام قوم لوط اللي بيحصل الوقت أشد. في معصية واحدة اتخسف بسبع قرى بسببها، اترفعوا للسماء ونزلوا الأرض. أنا عايزك تاخد بالك، هو احنا عدنا بنعصي قد إيه؟ هو احنا عدنا مستهترين بالمعصية قد إيه؟ فبيجي الأيام دي ذلك الدين القيم. شوف بقى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي إياكم أن تستحلوا الحرام فيها. ظلم يعني ظلم؟ يعني واحد ظلم أخته، يعني كان عليها ورثة حتة بيت مثلا بخمسة مليون، هو اللي معاه العقود، أبوه مات، أما قايل لأخته العقود معايا خدي لك 30,000 جنيه ومضيلي. حرامي، ده حرامي. هي موافقة لأنها مقهورة، إنما ده إنسان نصاب، حرامي. حط لها العقد بتاعها في إيديها وإلا أنت أكل للحرام وولادك أكلين للحرام وهتقابل ربنا في بطنك نار، لأنك أنت راجل سرقت ورث
اختك او ورثة حد ضعيف، وعشان تحلل الموضوع لضميرك طب امضي على ورقة وخدي مبلغ، وده مش القيمة، اديها العقد في ايديها وبعد كده اقول لها طب ايه رأيك تبقى حالي ب50,000 جنيه، هتطلع لك لسانها، هتقول لك يلا عم روح العب في اي حتة، هو انت ولادك احسن من ولادي في ايه يعني؟ فده واحد والعياذ بالله، فده ظلمها، يقول لك ده ظلمها، يعني ايه ظلمها؟ يعني كان حقها. طب يعني ايه فلا تظلموا في ان انفسكم؟ يعني ايه اظلم نفسي؟ يعني انك انت لو سبت المعصية وطعت ربنا، ربنا هيديك كتير قوي، هيديك عطاءات وهيوسع رزقك وهيسعد نفسيتك وهييسر شفائك وهيفرج كربك دنيا واخرة. فلما انت عصيت ربنا انت ضيعت كل ده على نفسك، فكأنك ظلمتها أشد ظلم، أشد من اللي كان حتة أرض بتاعت ورث أخته ولا ورث عيل يتيم، أشد، لأنك أنت نفسك ضيعت حظها من عطاء الله للصالحين، ضيعت حظها من عطاء الله للصوامين والقوامين والذكرين والشكرين، فأنت ظالم. بس ظالم لمين؟ ظالم لنفسك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي باستحلال الحرام، أي بالجرأة على حرمات الله، أي بالجرأة على حدود الله، ويلحق بيها قضية الظلم ما بين الخلق وما بين بعضهم. يبقى الشعار بتاعنا في هذه الأيام فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عرفت يعني الآية دي بتبقى؟ عشان كده بعدها ربنا في نفس الآية قال وقاتلوا المشركين كافة. يا رب انت بتتكلم على الأشهر الحرم، ايه اللي خلانا في القتال الوقت والجهاد؟ لأن الأشهر الحرم بتعلمك تعظيم كلمة حرام. فلما تيجي تبص للعالم تلاقي العالم كله بينتهك الحرام، الزنا في العالم كله في الشوارع، حد شدعه حد أصلا، الربا في كل مكان. فتبص هو الجهاد في سبيل الله عشان ايه؟ عشان كف الكف عن الحرام. فانت بتضحي بدمك في الجهاد عشان تعظيم حرمات الله، فيجي القتال بعد الاشهر الحرم، لان الاشهر الحرم علمت الامه كلها تعظيم كلمه حرام وتعظيم حرمات الله، فبقى الامه كلها عندها استعداد انها تضحي بدمها في الجهاد في سبيل الله. عشان كده ربنا قال بعدها وقاتلوا المشركين ايه؟ كافه، كلكم ايد واحده امام اهل الباطل زي ما هم كلهم ايد واحده قصادكم. طب ازاي بقى كلنا ايد واحده؟ لان الامه كلها تربط على المعنى ده، الـ 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 الناس اتربط في المساجد عليه، والناس راحت في أسرها ربت مراتها زوجاتها وولادها عليه، والستات كلموا بعض عليه، الأمة كلها لازم تسير قضية الأشهر الحرم، ولازم يبقى موسم لتعظيم المعصية وللتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة ما كانوش بيتعاملوا مع الذنوب زي ما احنا بنتعامل معاها، الصحابة كانوا بيترعبوا من الذنوب، بيترعبوا. شوف قول الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة عملوا ذنب واحد، معصية واحدة، خرجوا غزوات كتير مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جت تبوك وكانت في رجب برضه على فكرة، يعني في شهر الرجب من أكتر الشهور اللي المسلمين حاربوا فيها أهل الباطل وأهل انتهاك حرمات الله. حطين كانت في رجب اللي هي فتح بيت المقدس، ربنا يفتح على أيدينا بيت المقدس يا رب. اليرموك من أعظم 10 معارك غيرت جغرافيا وخرائط الكرة الأرضية، اليرموك كانت في رجب. فتح دمشق ونهاية سلطة الإمبراطورية الرومانية على الشام كانت في رجب. التبوك كانت في رجب اللي هي برضو كانت حرب الروم، يعني الروم والصليبيين في قصص في رجب بيننا وبينهم سبحان الله، وهم أكثر من ينتهكون حرمات الله في الأرض، أكثر من ضيعوا كلمة حرام أصلا ونسوا كلمة حرام أصلا والعياذ بالله وانتهكوا. يعني اليهود ما عملوش كده، اليهود عندهم حرام وحلال برضو، إنما أكثر من انتهك كلمة حرام هم هؤلاء. فسبحان الله شهر رجب شهر تعظيم حرمات الله من أكثر الشهور اللي فيه انتصارات على هؤلاء. فإذا نظرت إلى حال الصحابة مع الذنوب، لا الصحابة ما كانوا في الصحابة ما كانوا كان الذنوب بالنسبة لهم رعب. الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هات كل دكاترة الطب النفسي قل لهم تقدروا توصفوا لي الاكتئاب وصف أشد من الآية دي. الآية دي بتوصف الاكتئاب وصف إعجازي. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تعالى فسحك أنا مخنوق، لو حطتني والعياذ بالله فوق برج القاهرة هرمي نفسي،
مش هتبسط من المنظر. انت هو زي اللي رمى نفسه من فوق برج القاهره. ربنا يرحم موتى المسلمين والمسلمات اجمعين يا رب، اللهم امين. هو مخنوق، مفيش حاجه اسمها وديني مكان حلو وانبساط اتبسط. انا كل ما بتحطني في مكان انبساط بدخلها اكتر، وضاقت عليهم انفسهم. طب خلاص هقعد في مكاني، مش قادر اقعد مكانش، ضاقت عليهم انفسهم. يعني حتى وانا قاعد انا بولع في نفسي، انا مش قادر. لا يوجد وصف للامراض النفسيه واللي بيسموها الميجور ديبريسيف ايبيزود والعياذ بالله، اللي هي هجمات الاكتئاب العظمى. نسال الله العافيه يا رب، اللهم امين. لا يوجد وصف لها اعظم من هذا الوصف. طب كل ده بسبب ايه؟ بسبب معصيه واحده عملوها، معصيه واحده عملوها. الوقت الاكتئاب بسبب ايه؟ كلنا قابلنا ناس كتير جدا جالها اكتئاب وراحت عيادات امراض نفسيه، اما خطيبته سابته، اما طلق مراته وما قدرش يستحمل فراقها، اما حد من اولاده مات، اما خسر فلوسه في مشروع كان داخل فيه، اما الدنيا ضاقت عليه في ايام كورونا وما عادش عارف يلاقي دخل، اما الفلوس اثرت معاه. يبقى كله بيجيله الاكتئاب الوقت والامراض النفسيه بسبب الدنيا ومشاكل الدنيا. زمان كان الصحابي يجيله المشكله النفسيه دي بسبب الاخره، بسبب الذنوب، بسبب انه وقع في ذنبه ونفسه يخلص منه، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيبتني هود واخواتها، شيبتني. هي الناس كلها بتشيب ليه؟ يقولك الدنيا شيبتني يا ابني، هم الدنيا شيبني. الرسول بقى هم الاخره شيبه، هم الاخره. شفتوا المشاعر بتاعتهم كانت فين؟ احنا مشاعرنا في اتجاه وهم مشاعرهم في اتجاه. عارفين الغامديه لما راحت للنبي عليه الصلاه والسلام، واحده زنت قالت له طهرني يا رسول الله، طهرني. واحده انا مش قادره، طهرني دي يعني ايه؟ يعني ارجمني، يعني اقم حد الزاني السيب عليا، انا زاني ثيب حد الرجم، طهرني يا رسول الله. الرسول قال لي عليها حبلة من الزنا، روحي وشوفي. طلعت حامل، خلاص استني 9 شهور وولدي، جات له وشايلة العيل على ايديها، خلاص انا ولدت 9 شهور ولسه بتقول طهرني، حرقة الذنب ما نمتش. الرسول رفض لحد ما تفطمه، راحت سنتين ورجعت له والحيل شايلاه عنده سنتين وماسك حتة عيش في ايديه، كسرة خبز في ايديه، وبتقول له طهرني. 3 سنين وحرقة الذنب ما هديتش في قلبها، 3 سنين والخوف من المعصيه ما هديش في قلبها، لحد ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، طهرني يا رسول. ده كان تعامل الصحابه مع الذنوب، مع قضيه. احنا دلوقتي احنا كل مسلم، اللهم بارك، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، كل مسلم والله كانه واخد شهاده ضمان بالجنه. كل واحد فينا حاطط في جيبه عارفين في القرون الوسطى اما كان رجال الكنيسه في اوروبا بيبيعوا اراضي الجنه للناس بفلوس، كل واحد كانه شاري حته ارض في الجنه ضامن. كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، كان يقول رحمه الله: من العجيب ان المسلمين كلهم يعتبرون انفسهم داخلون الجنه بلا محاله رغم كل الذنوب التي يفعلونها، مع ان الله اخرج ادم من الجنه بذنب واحد. حاجه غريبه. طب انت تضمن منين انك انت هتثبت على لا اله الا الله عند الموت؟ مش في حاجه اسمها فتنه الممات؟ مش في تضمن منين ان اعمالك قبلت؟ مش في حاجه اسمها ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون؟ عايزين نركز يا جماعه، احنا متراقبين قوي، احنا متراقبين قوي. شفت اجهزه الدوله الرقابيه عشان الرقابه على الموظفين والرقابه؟ احنا عندنا كم جهاز رقابي في بلدنا؟ عندنا اجهزه كتير جدا، اجهزه كتير جدا، اجهزه رقابيه في البلد عشان الرقابه. انت مش متخيل الاجهزه الرقابيه الربانيه عليك، انت متراقب في كل معصيه لدرجه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو انا متراقب في مثقال الذرة؟ انت متراقب في الطاعة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له الا 10، 9، 8، 9، 10، 5، 4، 3، 2، 1. ايه ده؟ هو انا متراقب في صلاتي بالعشر وبالته؟ هو انا متراقب بالسنتوفة ده وركعة ركعة وحركة حركة في التكبيرات الانتقال؟ انت متراقب في كل مرة بتقرأ فيها الفتحة في اية اية؟ هو انا لدرجة انك في الاخر بتاخد في الصلاة دي 9، الصلاة دي 7، الصلاة دي 10، الصلاة الحلوة اوي اوي دي نص؟ هو انت متراقب فوق، انت متراقب في كل كلمة مش في كل طاعة وكل معصية، حتى في المباح. قال الله عز وجل:
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان ملك اليمين وملك الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول صاحب التحرير والتنوير وقول الرازي في مفاتح الغيب أن ده مش كلام على رقابة الملكين ليك طول عمرك، وإنما كلام على رقابة الملكين ليك لحظة الاحتضار بس وانت بتموت. فالملكين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدين قاعدين لك ساعة الموت ما يلفظ من قول، قاعدين مستنيين انت هتقول ايه في اللحظات الاخيرة من حياتك. ايه اللي انت هتقوله؟ هتقول كلمة الايمان؟ هتقول والعياذ بالله كلمة سخط وتسخط على الله؟ هتقول اه وتتقوى؟ الكلمة اللي انت بتقولها وانت بتموت دي وانت في الاحتضار ده ايه؟ الملكين قاعدين يكتبوها هي، فما بالك بقى وانت عايش؟ كان رقابة الملكين شكلهم انت بتراقب قوي، انت بتراقب في كل طاعة ومتراقب في كل معصية ومتراقب في كل كلمة. شهادة ضمان الجنة اللي احنا حطينا في جيبها دي، حطينا في جيبنا دي، اتينا بها من اين؟ بتيجي الاشهر الحرم بقى تفوقنا، بتيجي الاشهر الحرم بقى ترجعنا بقى لعقلنا تاني. ارجع بقى تاني كده وافهم يعني ايه ذنب، وافهم يعني ايه حرام، وافهم يعني ايه معصيه، وهات كتاب الكبائر للامام الذهبي واقراه كويس قوي 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 عشان تفهم الذنوب دي عقوبتها ايه، تفهم الاختلاط عقوبته ايه، تفهم النظر للحرام عقوبته ايه، تفهم شرب الخمر عقوبته ايه، تفهم والعياذ بالله العلاقات الحرام، الخيانات الزوجيه، التبرج، الدياسه، وانك سايب بنتك لابسه اللي هي عايزاه في اي وقت، تفهم الغيبة، النميمة، سماع الاغاني المحرمة، اللي فرجة على الحاجات الحرام، ان المال الحرام، الرشوة، الانتحار، عدد مصافحة امرأة اجنبية ايد بايد، الاختلاط المحرم في اماكن الشغل، انك انت تفهم بقى، مراجعة بقى، ريفيجن بقى. احنا في الاشهر الحرم ديت المراجعة على كل كلمة حرام في القرآن والسنة، كل حاجة اسمها حرام يتراجع عليها عشان نفهم. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، شو واخد باله أصلا؟ عادي يلقى بها في النار 70 خريفة، كلمة مش واخد باله. كم مرة عصيت ربنا وانت مش واخد بالك؟ كم مرة أخطر معاصي عملتها في حياتك اللي انت عملتها وانت مش واخد بالك أصلا؟ كلام قلته وانت مش واخد بالك، حاجات عملتها وانت مش واخد بالك، والنتيجه تقابع. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الزمر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدمه، ما كانش متخيل ان الحاجات دي بيتحاسب عليها كده، ومعظمها بتبقى ذنوب والعياذ بالله في مجال الاخلاق والمعاملات والسلوكيات، لان الناس مركزه قوي في الشهوات والمحرمات والزنا، والناس عارفه ان ده حرام، انما حاجات كتير جدا في الاخلاق والمعاملات الناس ما تعرفش انها حرام، تعرفش اصلا ان ده حرام. زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اربى الربا ان يستطيل المرء في عرض اخيه، اربى الربا ان يستطيل المرء في عرض اخيه، يعني شله واقفه كده وواحد عايز يعمل نفسه الواد الحلو بقى الجدع اللي لسانه حلو اللي بيعرف يجيب القفشات واللي بيعرف يبقى ابن نكته، واستلم واحد بقى يتري عليه قدام الناس ويتنمر بيه قدام الشله عشان هو يعلم ان يستطيل المرء، انا بكبر وكرامتي بقى ومقامي في وسط اصحابي بيكبر في عرض اخيه على حساب اخويا. انت متخيل؟ ده اربى الربا، ده اشد من انك انت تبقى تاجر بتسلف الناس الالف يرد لك 1500، اللي هو الربا الصراح، ده اشد من هذا. والعياذ بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. اللي احنا اتكلمنا فيه ده يا جماعة نقطة واحدة بس من أهمية شهر رجب، وهي أن رجب من الأشهر الحرم. في أهميات تانية رجب، الأهمية التانية رجب نفسه، رجب نفسه موسم عبادة، رجب نفسه. جبت الكلام ده منين؟ ده قول جمهور الفقهاء من حديث استندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن شعبان ويقول ذلك شهر، ذلك اسم إشارة للبعيد، يعني معناه أن شعبان ده حاجة عظيمة قوي. ذلك شهر بين رجب
وشهر رمضان، ذلك شهر اللي هو شعبان، بين رجب وشهر رمضان يغفل عنه الناس. فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا إيه؟ قالوا معنى الحديث إن شعبان موسم عبادة والناس مش واخدة بالها. شعبان طبعا ده هو شعبان، ده شعبان ده خلاصة السنة أصلا، ده شعبان ده شهر رفع الأعمال، ده شعبان ده شهر العرض المصغر على الله، قلبك بيعرض على الله في ليلة النصف من شعبان، شعبان شهر خطير. فالنبي بينبه الصحابة بيقولهم ده موسم يغفل عنه ناس بين رجب وشهر رمضان. قالوا معنى كده ان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان شعبان موسم عبادة الناس مش واخدة بالها منه، زي ما رجب ورمضان مواسم عبادة الناس واخدة بالها منها. شفتوا معنى كلام النبي وشفتوا فهم جمهور الفقهاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان معنى الكلام ده ان رجب ورمضان مواسم بس الناس كلها فهمة قيمتها. أمال الوقت المشكلة في رجب إيه؟ الحروب الطاحنة اللي بتقوم كل رجب، رجب ليس له فضل، ليس مش قصة رجب ليس له فضل. كثير من أهل الفتوى اللي بيقول لك رجب ليس له فضل، هو مش بيكلمك أنت، هو بيكلم اللي بيروح يعمل دبايح في رجب والعياذ بالله زي أنساك المشركين في رجب، هو بيكلم اللي مؤلفين صلوات ومؤلفين حاجات، وأول ليلة من رجب مش عارف استجابة الدعاء إيه، وكل ليلة من رجب بأجر مش عارف 100 سنة عبادة إيه، وكلام كله كلام باطل، كل ده كلام موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيكلم ده مش بيكلمك أنت. أمال إيه بقى رجب؟ الخلاصة في رجب إيه؟ الخلاصة في رجب زي ما قلت لك، خلاصة في رجب الحديث اللي يعني جود إسناده ابن حجر، صم من الحرم وأفطر، اللي هو جمهور الفقهاء قالوا إن يستحب الصيام في الأشهر الحرم، ولكن مش تمام الصيام فيها، ما تشبهاش برمضان، يعني ما تصومش 30 يوم في رجب زي رمضان، صوم وأفطر. صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر. الحاجة الثانية، ذلك شهر بين رجب وشهر رمضان يغفل عنه الناس. يبقى رجب هو موسم عبادة وموسم طاعة الناس مش غافلة عنه. يعني اعمل ايه بقى؟ فيش حاجة اسمها الرجبية والبداعة والعتيرة وشات الكلام استغفر الله العظيم اللي كله بدعيات ده. عادي، صم قيام ليل اكتر، صيام اكتر، ذكر اكتر، استغفار اكتر كده. زائد ان رجب من الاشهر الحرم، والاشهر الحرم اصلا موسم توبة، موسم تعظيم للحرمات، فهو اجتهد فيه بقى في الاستغفار والتوبة وتحري الحلال، تبقى مرعوب بقى زي ما بتترعب من كورونا كده، تترعب اشد، يعني اخطر من ان في هجمة كورونا جاية. فده رجب. غير ان رجب نفسه يا جماعة، العلماء قالوا ان افضل عمرتين في السنة، ده الكلام الصحيح بقى اللي بقوله لكم، ان افضل عمرتين في السنة هم عمرة رمضان وعمرة رجب. الكلام ده ثابت عن كبار اصحاب النبي عليه السلام. في صحيح مسلم ان ابن عمر قال ان النبي اعتمر في رجب، واختلف في هذا مع سيدة عائشة. فابن باز رحمه الله قال الاثبات ابن عمر لعل عائشة لم تعلم، فقال يبقى كده عند ابن باز رحمه الله، شيخ ابن باز رحمه الله، ان النبي اعتمر في رجب. سيدة عائشة لم تكن تخرج من المدينة الى مكة الا مرتين، مرة في ذو الحجة تحج وتعتمر، ومرة في رجب تعتمر. سيدنا عمر كان يستحب العمرة في رجب، سيدنا عثمان اعتمر في رجب. يبقى ثبتت عن طبعا عبد الله بن عمر، يعني كان يستحب وكان يعجبه العمرة في رجب، يعجبه يعني ابن عمر وعمر وعثمان وعائشة ويعني وأثبتها ابن عمر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب. عشان كده في علماء قالوا أن أفضل عمرتين في السنة رمضان ورجب. يبقى هو ده رجب، هو ده رجب، موسم عبادة وموسم توبة وموسم استغفار. فدي القيمة التانية، ان رجب نفسه قيمة، يعني بخلاف انه في الاشهر الحرم، رجب نفسه موسم، رجب نفسه موسم عبادة. القيمة التالتة الرجب، التكامل بين رجب وشعبان. انا بخلص باقي النقط بقى، لان باقي النقط يعني كانت هتاخد مننا وقت. انا الوقت بس بديك ايه، هليكوبتر فيو كده، يعني بديك نظرة شاملة عن رجب. ايه القيم الاربعة لشهر رجب؟ القيمة الاولانية قلنا انه من الاشهر الحرم، يبقى ده موسم توبة واستغفار. القيمة التانية انه موسم عبادة اصلا، والنبي لما جه عرف الناس شعبان ضرب لهم مثل برجب ورمضان، يبقى ده موسم عبادة اصلا.
واستحباب جمهور الفقهاء الصيام فيه هو والأشهر الحرم، ولكن ثم أفطر. القيمة الثالثة في رجب هي التكامل بين رجب وشعبان. رجب شهر توبة، هو ربنا لما جاب الأشهر الحرم ما جابهاش ورا بعض ليه؟ جاب ثلاثة لوحدهم وواحد اللي هو رجب لوحده في نص السنة، لأن دي أشهر توبة وأشهر تعظيم للحرام. حدش هيتربى على المعنى المهول ده، بالذات اللي عنده شهوة، اللي بيحب واحدة ومش قادر يسيبها، اللي بيحب معصية وغارس فيها ومش عارف يسيبها، اللي دايما العاصي يعني حتى اللي مدمن سوشيال ميديا، استغفر الله، حتى اللي مدمن مشاهد وحشة على النت هو مش بيقدر يسيب مرة واحدة. اللي عنده معاصي سر، اللي بياكل مال حرام، حدش بيقدر يسيب مره واحده. فالموسم بيجي مرتين في السنه بتاع ترك المعصيه، زي بالظبط مواسم الطاعه. مواسم الطاعه موسمين في السنه اساسا، رمضان وعشر ذي الحجه. فكذلك مواسم ترك المعصيه موسمين في السنه، ثلاث شهور حرام في اللي هي ذو القعده لحد محرم، وشهر حرام اللي هو رجب لوحده، لان ما حدش هيتدرب على الطاعه مره واحده، فربنا جابها موسم بعد موسم، وما حدش هيتدرب على ترك المعصيه مره واحده، فربنا جابها موسم بعد موسم. ربنا بيربيك، السنه مرسومه لك، في حاجه اسمها الخريطه التعبديه للسنه، ربنا رسم لك السنه. رجب شعبان دول شهرين جايين مع بعض كده، رجب شهر حرام يعظم فيه الحرام، يبقى ده شهر تخليه، شهر بسيب الحرام. امال شعبان؟ لا، ده شعبان ده قصه تانية. شعبان ده شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، فيعني زي بالظبط شهر سبعة كده في الحكومه تقفيل الميزانيه. فشعبان ده شهر اجتهاد في الاعمال الصالحه، لان صحيفه السنه كلها تطلع، ده انا السنه اللي فاتت دي كلها ما بررتش امي، يا نهار اسود، ده انا ما وصلتش رحمي، الحق بقى، ده انا ما تصدقتش، الحق. شعبان ده انت بتقفل الصحيفه لانها ترفع الى الله وهتعرض الى الله، واخد بالك انت؟ فانت بتقفل التقرير بتاعك، فانت بتزود الاعمال وشعب الايمان اللي انت ما عملتهاش بتتشعب فيها. فشعبان شهر التشعب في شعب الايمان. فرجب شهر تخلية، توبة من الذنوب، ثم يأتي شعبان شهر تحلية، اجتهاد في الطاعات، ثم يأتي رمضان شهر حصاد. ودي القيمة الرابعة بقى، يعني رجب وشعبان الاتنين مع بعض بيكملوا لك دينك، ده تخلية وده تحلية. القيمة الرابعة لشهر رجب ان هو الطريق الى رمضان، رجب وشعبان هما الطريق الى رمضان. يا اخوانا التعب مش في رمضان، الناس كلها يا عيني بعملة زي اللعيب اللي ما استعدش ومثاله ان الموضوع سخونية، واول ما يجي الماتش هكسر الدنيا. يا حبيبي ثلاث دقايق وهيجيلك شد عضلي هينيمك في الارض. انت بالظبط كده رمضان اول ما يدخل لو انت فاكرها سخونية، يومين تراويح وهيجيلك شد قلبي وشد نفسي، لان نفسيتك مش مستحملة. هو ايه فجأة انت عملت لي هركليز كده ليه في العبادة؟ مش مستحملة، تقوم فجأة شدة، تقوم نايم مكانك، قاعد بقى تتفرج على اللي بيعيطوا في التراويح والتهجد، وقاعد تتفرج بقى على اللي قاعدين يقروا قرآن للنهار، وانت قاعد تبص زي المحروم يا عيني. ما يا حبيبي التعب مش في رمضان، التعب في رجب وشعبان. رمضان شهر الحصاد كما قال السلف، في رجب بتخلي في التخلية، وفي شعبان بتأتي التحلية، وفي رمضان بيأتي الحصاد. يبقى لو انت عايز رمضان يبقى صح، يبقى لازم رجب وشعبان يبقوا صح. قدرت في رجب وشعبان تزرع زرعة حلوة في علاقتك بالله، في أوراد العبادة، في طريقة قرايتك للقرآن، في التدرب على الصيام اثنين وخميس، في التدرب على قيام الليل ولو نص ساعة يوميا، في التدرب على تكبيرة الإحرام، في التدرب على السنن الرواتب، قدرت في رجب وشعبان تعيشهم صح، أبشر بخير رمضان مر عليك منذ ولدتك أمك. خلي رمضان اللي جاي ده رمضان حياتك. يا جماعة احنا محتاجين كم رمضان عشان نتغير؟ كم رمضان محتاجين؟ كم رمضان؟ الصحابة اللي كان بيدخل كان بيدخل بطل، الوقت الشاب اللي بيلتزم بيطلع لك روحك. اصل انا بحب واحده، اصل انا اصحابي مش قادر اسيبهم، اصل انا كنت بشرب سجاير وساعات ارجع لها، اصل الحد السريه بقع فيها لسه. اصل يا ابني اربع خمس سنين كده قاعد يتوه الناس اللي حواليه. الصحابي لما كان بيدخل كان بيدي للدنيا الضربه القاضيه، كان بيدخل بالضربه القاضيه، كان بيدي للشهوات لمس كتاف، دخلات قويه. احنا بداياتنا الضعيفه ادت الى ان التزامنا كله بيبقى ضعيف. عايزين ثورة التزامية قبل رمضان، عايزين قومة قبل رمضان، عايزين ضربة قاضية للدنيا اللي في قلوبنا قبل رمضان، عايزين رجب وشعبان
نعيشهم صح، ونعيشهم توبة، ونعيشهم استغفار، ونعيشهم عبادة، ونعيشهم اجتهاد في الصيام والقيام. وأخطر حاجة نعيشهم قراية قرآن صح، لأن رمضان أساسا هو قراية قرآن. فأنت عايز تتدرب لرمضان، اتدرب على قراية القرآن صح، اتدرب إنك تقرأ بتركيز، اتدرب إنك تقرأ حتى تعلموا ما تقولون، مش بنقرأ وخلاص. إخواني وأحبابي في الله، أسأل الله اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم إنك أقبلت علينا بكرمك في مواسم الطاعة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم افتح علينا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام في رجب وشعبان ورمضان، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك في العبادة في رجب وشعبان ورمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارزقنا العافية، اللهم أد الديون عنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أسعد قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، تب علينا توبة نصوحة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة